السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. منذ قرر مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية في العراق ومعه 73 برلمانيا من تياره فازوا في انتخابات أكتوبر 2021 وانتعاش أمال خصومه في الإطار التنسيقي الذي يضم قوى وميليشيات موالية لإيران، وهناك هدنة غير معلنة بين فصائل الميليشيات المسلحة والولايات المتحدة تمثلت في عدم وقوع هجمات مسلحة تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد أو معسكرات أمريكية في أربيل أو حتى قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار، ناهيك طبعا عن عمليات استهداف أرتال الدعم اللوجستي التي كانت تتعرض لتفجيرات من حين إلى آخر. جاء تشكيل حكومة محمد شيع السوداني لتكون حكومة إطارية خالصة لا يتخللها أي وجود صدري، وأيضا لتفتح صفحة جديدة من التعامل الأمريكي مع الملف العراقي. ويضيف الكاتب: تدرك واشنطن جيدا أن حكومة السوداني هي أقرب ما تكون إلى إيران، وأنها ستدار في كثير من تفاصيلها من زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي. تعرف الولايات المتحدة جيدا طبيعة حكومة السوداني وتدرك قرب هذه الحكومة من إيران، لكنها مضطرة للتعامل معها، خصوصا أن معلومات كثيرة تواترت بشأن التعهدات التي قدمتها والإطار التنسيقي عبر السفيرة الأمريكية وصلت إلى حد تصريح مقربين من دهاليز السياسة العراقية بأن قوى الإطار وافقت حتى على الخطوات التطبيعية مع الكيان الإسرائيلي مستقبلا. وبغض النظر عن صدقية هذه التسريبات وإن كانت غير مستبعدة، خصوصا في ظل الدعم الواسع الذي حظيت به حكومة السودان، فإن الولايات المتحدة لا ترى أي إشكال في التعامل مع هذه الحكومة حتى وإن ضمت عناصر متهمة بالإرهاب أمريكيا، فهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل بها واشنطن مع مثلهم، فقد سبق وأن تعاملت مع كبيرهم قاسم سليماني في العراق. التغيرات التي طرأت على الواقع العراقي بعد الاحتلال في عام 2003 أفرغت الكثير من القيم الاجتماعية وحتى الدينية من معانيها، ثم أعادت تشكيلها وفق الظرف الراهن كي تخدم الحالة التي يريدها المحتل، فأصبح إطلاق العيارات النارية يشمل الفوز بمقعد وزاري أو برلماني وعضوية مجلس إدارة محافظة ومنصب وكيل أو مدير عام، نزولا إلى نجاح طالب من صف إلى آخر أو اجتيازه الامتحانات العامة بمعدل جيد يؤهله لدخول الجامعة. ولو تم البحث في خلفيات هذا الموضوع لوجدنا أن إطلاق الأعيرة النارية على هذه الشاكلة ليس من قبيل الإشهار بغرض المشاركة الاجتماعية، لأنه أصلا لا توجد مناسبة اجتماعية، بل هو إعلان عن حيازة مصدر من مصادر السلطة والجاه والمال. ويؤكد الكاتب أن هذه كلها تعطي من حازها سلطة أكبر، ألا وهي الارتفاع فوق هامة القانون والعدل والإنصاف وإطلاق اليد في كل ما هو مشروع وغير مشروع. إن أكبر حجر لقم به الغزاة منظومة القيم الاجتماعية في العراق هو أنهم أعطوا كل فريق طائفي وإثني وقبلي حصة سياسية، ومن هنا أخذت الطائفة والإثنية والقبيلة وظيفة لأول مرة في أن تكون جزءاً من السياسة. بالتالي جرى اقتسام الوزارات ومؤسسات الدولة والمناصب الحكومية بين هذه الأطياف المجتمعية، وأصبح الناس يتسقطون أخبار من استوزر في هذه الوزارة أو تلك، ومن حصل على منصب في هذه الدائرة الحكومية والأخرى، ومن أين هو، وما هي القبيلة التي ينتمي إليها أو الطائفة التي يتبع منهجها، ظناً منهم أن من كان من قبيلتهم أو طائفتهم فإن ذلك يرتب لهم حقوقاً وامتيازات في تلك الوزارات. كما ارتفعت نبرة التباهي والتفاخر بأن هذا الوزير من قبيلتنا وذاك المدير العام من طائفتنا،
وأخذ التدافع في هذا المجال ينسحب حتى على سلوك الناس في الشارع والمحلة ومواقع التواصل الاجتماعي، فيهبون للدفاع عن وزيرهم الفاسد حين يتهم بالفساد. وإلى موقع كتابات ومقال حول الوضع الاجتماعي في العراق للكاتب محمد هاشم الصالحي. مبدأ مهم في علم الجيولوجيا يفيد بأن الحاضر هو مفتاح الماضي، أي أن بالإمكان أن تستنتج ما حدث في الماضي من خلال ما هو متواجد بين يديك اليوم. يضيف الكاتب إن ما جرى في العراق من تدمير للنسيج الاجتماعي هو أمر مخطط له جيدا، وهو أن يبقى العراق يعيش الفوضى والصراعات والعشوائية. ما يحدث من حولنا من المتغيرات السياسية وغيرها هي ليست وليدة الصدفة والعشوائيات، فلابد أن هناك من جلس وخطط لنكون على ما نحن عليه من الفوضى القصوى. أما إذا كان هذا التخبط هو نتيجة الفوضى والعشوائيات كما نتصور، لكننا نجد بعض الشيء من الإصلاح والانتظام والسلوك الجيد أحياناً، فيترأى لنا من الفوضى في حياتنا اليوم ممكن أن نطلق عليه تسمية الفوضى الخلاقة، أي أن هنالك من أراد لنا الفوضى لغاية في نفس يعقوب وليتمكن هو من تمرير الماء من تحت التبن. العشوائيات الخلاقة هذه هو مورفين من نوع مؤثر جدا، حيث تجعل الشعوب مشغولة بإنقاذ نفسها من الغرق في مستنقع العشوائيات والخروج منها بأي شكل من الأشكال. العشوائيات والفوضى تجعل الشعوب تنشغل مع نفسها دون أن تفكر بما يدور من حولها من جرائم وسرقات. سياسة خلق العشوائيات من أهم الطرق المتبعة لتمرير التفاهات. قالت النائبة العمالية ياسمين قريشي وزير الظل لشؤون المرأة والمساواة ورئيسة مشاركة للجنة كل الأحزاب في البرلمان، إن حزب المحافظين حنث بكل وعوده للمسلمين البريطانيين. وجاء في مقال رأي نشرته قريشي بصحيفة إندبندنت إن شهر التوعية من مخاطر الإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام هو فرصة للتفكر في المسافة التي قطعناها لمواجهة مصيبة الإسلاموفوبيا في مجتمعنا، وإن كنا نسير في الاتجاه الصحيح. وما يثير قلق الكثير من المسلمين أنهم يشعرون أننا نرجع إلى الوراء، والفضل يعود في جزء ليس صغيرا لحزب المحافظين. وأشارت الكاتبة إلى ما نشرته صحيفة إندبندنت عن فشل المحافظين في معالجة مشكلة الإسلاموفوبيا داخل الحزب وفي المجتمع البريطاني بشكل عام، فقد تصاعدت جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة الثلث في العام الماضي وإلى حد بعيد، فالشباب المسلمون هم الأكثر عرضة لمخاطر الجرائم المدفوعة بالكراهية الدينية. لم يقدم حزب المحافظين مثالاً للرأي العام لكي يحتذيه، ففي الأعوام الأخيرة تم فتح تحقيقين في الإسلاموفوبيا داخل الحزب، وكشف تحقيق سينغ في مزاعم التمييز داخل الحزب عن فشل نظامي في التعامل مع الشكاوى، وحتى في هذا التحقيق فشل سينغ في استشارة أي عضو مسلم. ويظل حزب المحافظين والحزب الوحيد في بريطانيا الرافضة لتعريف مجموعة كل الأحزاب لتعريف المسلمين البريطانيين بالإسلاموفوبيا، ووعد المحافظون قبل عامين بتقديم تعريف بديل، واليوم يبدو أن الوزراء قد حنثوا بوعدهم. وقال الشخص الذي عينوه لكي يعمل على تعريف بديل للإسلاموفوبيا وهو الإمام عاصم قاري إن العملية لم تبدأ، وقال قاري إن الحكومة لم تكلف نفسها بالرد على رسائله، وهو مؤشر عن عدم تواصلها واهتمامها، والحزب الذي لا يمكنه تعريف الإسلاموفوبيا لا يمكن الوثوق به كي يعالجها. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا للصحفيين أندرو هيجينيز وماثيو مبوكبيغ، قال فيه إنه بعد أسابيع من النكسات غير المتوقعة في ساحة المعركة لروسيا قدمت الحرب في أوكرانيا يوم الأحد مفاجأة أخرى، بروز شخص روسي أدين سابقا وكان يبيع النقانق في السابق كأفضل أمل للكرملين في تحقيق نصر عسكري صغير يحفظ ماء الوجه،
فمع تعرض القوات الروسية المحتلة للخطر في مدينة خيرسون الاستراتيجية الجنوبية، قامت القوات العسكرية الخاصة التي يسيطر عليها يفغيني بريغوجين، وهو لص مدان وصديق منذ فترة طويلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بالزحف على مدينة باخموت التي تسيطر عليها أوكرانيا في شرق البلاد. الإقالات تمثل نمطاً من اللوم ضد كبار القادة العسكريين الروس لفشلهم في تحقيق الأهداف الروسية في ساحة المعركة، فالتعديل العسكري المتكرر هو على الأرجح محاولة جزئية لعزل وإبعاد اللوم عن القيادة الروسية العليا في الوطن. في حين أن الجيش النظامي غالباً ما يتعثر في أوكرانيا، فإن القوة الخاصة ببريغوجين مجموعة فاغنر قد قاتلت في بعض الأحيان ببسالة أكثر، ولا سيما حول باخموت في منطقة دونيتسك الشرقية الأوكرانية. وبسبب شعور روسيا بالإحباط في ساحة المعركة أمام القوات الأوكرانية المدججة بالسلاح وبفضل الدعم الغربي، فقد تحولت بغضب متزايد إلى المدنيين سعيا إلى تقويض الروح المعنوية لأوكرانيا من خلال ضرب محطات الطاقة والبنية التحتية الأساسية الأخرى بهجمات المسيرات والصواريخ. وشهد مجندو مجموعة فاغنر تحركاً في سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تورطت القوة في فضيحة عامة بعد مقتل 3 صحفيين روس في عام 2018 كانوا يحققون في أنشطة بريغوجين في المستعمرة الفرنسية السابقة. والآن إلى كاريكاتير اليوم. بعض المؤرخين يقولون نستطيع أن نقول خمس تركيا على الأقل يعني من العقارات وقفية. حينما أرى الشعب التركي بشكل عام عندهم حب عميق للغة العربية والقرآن الكريم، تقريبا يقول عدد حفاظ القرآن الكريم في تركيا المسجلين يعني المسجلين رسميا تقريبا 250,000. ما أبرز تلك التوجهات والتيارات الفاعلة؟ وهل جزء منها هذه الأوقاف الإسلامية والتيارات والحركات الإسلامية أم لا؟ من الذي خرب العراق؟ من الذي خرب العالم الإسلامي؟ من الذي أضر باليمن جعله في هذه أتى به إلى الهاوية؟ هو إيران في الحقيقة. رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا الدكتور معروف تشليك في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. في دمشق القديمة أجود أنواع العطور في قوارير أبو النور. ينهمك محمد المصري في متجره المتواضع بأحد أحياء دمشق القديمة في خلط الزيوت في قوارير زجاجية لينتج منها عطوراً يقول إنها لا تختلف عن العلامات العالمية لكنها أرخص بكثير. ينحدر المصري من عائلة عملت عقوداً طويلة في تصنيع العطور، ويعد أخواله الأكثر شهرة في دمشق في تلك الصنعة التي يمارسها المصري منذ 35 عاماً. ويقول في تقرير نشره أحد المواقع: لا توجد لدي أجهزة ضخمة وليس لدي سوى ورشتي الصغيرة وهذا الأنف الذي دربته منذ كان عمري 15 عاماً. ويشدد على أن منتجاته مطابقة للنسخة الأصلية من العطور العالمية، ويقول: أتحدى أن يميز أحد بين العطر الأصلي وبين العطر المركب لدي.
ويستخدم المصري أنواعا مختلفة من الزيوت، ومنها تلك المستخرجة من الياسمين والورد الشامي والمسك. تتعدد تسميات المسجد الأعظم أو الجامع الكبير أو جامع الخرازين في العاصمة المغربية العتيقة الرباط، لكنه يظل معلماً بارزاً يشير لعراقة المدينة ودورها الحضاري، إضافة إلى الصلوات التي تقام فيه بكرة وأصيلة. يستضيف المسجد دروس العلم والإرشاد ليتحول إلى منارة عبر التاريخ ويزداد بهاءً بسبب موقعه الجغرافي المميز. ويرجع تاريخ بناء المسجد إلى القرن الرابع عشر الميلادي، ويجري ترميمه بين الفينة والأخرى وسط تاريخ عريق تدلل عليه هندسة المسجد. يلقي الشيخ هشام مرشد الموظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية درسا للمواطنين حول أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إنها حلقة من حلقات الدروس والعلم التي دأب عليها رواد المسجد منذ قرون، ولا يزالون يحافظون عليها رغم تبدل الأحوال والأفراد. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هاجس السلاح. يمثل حظر بيع السلاح ومنع حيازته والمطالبة بتقنينه هاجساً لناخبنا الأمريكيين في انتخابات نصف المدة. فمنذ مطلع العام الحالي تم تسجيل أكثر من 350 حادث إطلاق نار جماعي، من بينها الهجوم على مدرسة روبا الابتدائية في بلدة يوفالدي بولاية تكساس، والتي أودت بحياة 19 تلميذاً واثنين من البالغين. وقد ارتفعت حوادث إطلاق النار في أرجاء الولايات المتحدة أكثر من 50% خلال عام 2021 وفقاً لمكتب التحقيق الفيدرالي. جدل متجدد. المرشحون الجمهوريون يركزون في حملاتهم على حق امتلاك السلاح الشخصي، متهمين غرمائهم الديمقراطيين المطالبين بتقييد السماح باقتنائه بالتراخي في كبح جماح الجريمة والحد منها على حد وصفهم. وقد أظهر استطلاع للرأي أجره بوليتيكو مورنينج كونسالت أن 60% من الناخبين أكدوا بأن الموقف من السلاح سيلعب دوراً كبيراً في تحديد بوصلة تصويتهم، إضافة إلى الحد من الجريمة، ولا سيما في بلد يتصدر قائمة أكبر 10 دول حيث يمتلك المدنيون أكثر من 390 مليون بندقية. وفي عام 2020 وحده توفي أكثر من 45 ألف أمريكي بإصابات مرتبطة بالأسلحة النارية، إذ يسمح القانون الأمريكي ببيع السلاح لكل من تجاوز 18 عاماً في تجارة قاتلة تقدر عائداتها المالية بنحو 20 مليار دولار سنوياً. وقد سجلت حوادث إطلاق النار كذلك أعداد الضحايا في العام 2021 زيادة قدرها 53% عن العام 2020 وفقاً لصحيفة The Hill الأمريكية. مفارقات الكونغرس الأمريكي. وقبل بضعة أشهر من الانتخابات النصفية كان وافق على مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية لناحية وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل من يرغب بشراء سلاح ناري. أما المحكمة العليا الأمريكية
فأقرت أيضاً قبل أشهر بحق المواطنين في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار وصف بالتاريخي في دولة تعتبر فيها الرابطة الوطنية للأسلحة واحدة من أقوى جماعات الضغط السياسي. وإلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.